اكيد شفت حضرتك قبل كده. ايه حضرتك مقدم برامج ولا؟ لا لا انا مش مقدم برامج ولا حاجه، انا بيستضيفوني في البرامج خبير اقتصادي. يا دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميشيغان، وعندي مكتب استشاري له فرع في دبي. ده انت على كده زبون في اي بي. طب ما انت كل زباينك في اي بي. انا برشحك ليا السفير اسعد صالح، كان زميلي في الجامعة. صحيح الدنيا صغيرة. افتح بقك لو سمحت. بالنسبة لتنميع السنان دي مسألة سهلة خالص، أما الضرس فمحتاج تنظيف وحشو، وده هيتم على مرحلة تانية. ولازم بنج. لا بنج النهاردة ما أقدرش، عشان عندي تلفزيون، مش معقول أطلع زي السكرانين. طب ينفع تنظيف؟ ينفع. افتح بقك لو سمحت. على فكرة أسنانك ممتازة. اشمعنى؟ ومش محتاج علاج من أي نوع. كمان زيارة دكاترة الأسنان مسألة مش محبوبة قوي، حتى للناس اللي عندهم مشكلة في أسنان. ممكن أعرف إيه الموضوع؟ حبيت أشوفك عن قرب. بدور على عروسة. بنت ناس تكون على مستوى اجتماعي وأخلاقي. ولاد الحلال رشحوكي ليا. ادي الحكاية. مين هم الناس دول؟ حلفوني ما اقولش، ومش هقول تحت اي ضغط. يعني انت كنت جاي تعاين؟ انا ما اختار شريكة عمر. محمد امسك العصاية، ومبسوط بيكي جدا. وطبعا اتجوزت قبل كده واحدة ست أمريكانية، زوجة ممتازة، تحبني وأحبها، ست مدهشة. طب لما الحكاية كده انفصلتوا ليه؟ ما استحملتش العيشة في مصر. في الأول كانت فرحانة طبعا، بس فضلت الحكاية تصغر 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 لغاية لما قلبت بنكد. محمد أنت قلت لي وظيفتك إيه بالظبط؟ هي بيني وبينك مش وظيفة واحدة، يعني أنا عضو في مجلس إدارة بنك المال والتجارة، مسؤول عن مجموعة من الشركات، ومستشار لوزير في المجموعة الاقتصادية. ليه بتضحكي ليه؟ العربية اللي أنت جيت بيها دي عربيتك؟ اه طبعا. ليه؟ لا عشان حاساك بتبذل مجهود خرافي عشان تبان متواضع. ملابس الفروسية دي بتاعتك؟ أصلك بتركبي خيل هايل. يعني أنت مستعد تتجوزني على القناعة؟ فورا ازاي بس؟ هي كرامات عجبتك وهتدخل تشتريها؟ عشان ما حدش يخطفك مني. انا من عيلة ليها سمعتها، وكل ناسها محترمين قوي، واغلبهم شغال في وظايف محترمه قوي، القضاء، الهندسه، الطب، الداخليه. فطبعا ما كانش ينفع اتجوز من غير كل دول ما يعرفوا. المهم كلهم وافقوا، هي مشكلة واحدة بس، الفيلا. الفيلا اللي كنا هنتجوز فيها كانت تحت التشطيب، والفيلا فعلا موجودة وانا شفتها وكانت فعلا تحت التشطيب. في الاول قلنا نأجل كل حاجة لغاية بيت الزوجية ما يكون جاهز. موضوع اني اتجوز في شقة مفروشة كان مسألة مستبعدة تماما.
او حتى اننا نتجوز ويجي يعيش معانا في الفيلا بتاعتنا برضه مساله مستبعده تماما. هو كان عايش فين في الوقت ده؟ في شقته اللي كان متجوز فيها. ما كانش ينفع تعيشوا فيها انتوا الاثنين؟ لا نفسيا ما كنتش اقدر، وكمان دي شقه صغيره جدا، والمفروض ان الواحده مننا لما تتجوز مستواها الاجتماعي اعلى مش اقل. مش كل امهاتنا قالوا لنا كده؟ المهم اتجوزتوا، اتفقنا على حل وسط او حل يرضي جميع الاطراف، اننا نكتب الكتاب اولا عشان هو يبقى مطمن ان مفيش حد هيخطفني منه، وكمان اهلي يبقى مطمنين لما اخرج معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني استخرت الله تعالى. إني استخرت الله تعالى. وصليت وسلمت على سيدنا محمد. وصليت وسلمت على سيدنا محمد. وقبلت زواج موكلتك. وقبلت زواج موكلتك. الأنسة البكر الرشيد. الأنسة البكر الرشيد. ناهد خير درويش. ناهد خير درويش. على كتاب الله وسنة رسولي. على كتاب الله وسنة رسولي. وعلى صداق قدره. وعلى صداق قدره. 2,000,001. 2,000,001. 1 جنيه الحالي منه. الحالي منه جنيه. و2,000,000 مؤجل. و2,000,000 مؤجل. أمام الحاضرين. أمام الحاضرين. وألف مبروك. بس بشرط أي حاجة من الحاجات اللي بتحصل بين الراجل والست حتى وهم متجوزين مش هتحصل بينا. والشرط ده بتاعي أنا. مش شايفة إنك قاسي قوي على نفسك؟ أنا تربيت كده وكلنا في العيلة تربينا كده، ف المهم كتبنا الكتاب وابتديت فعلا حضر الجواز، وبقيت أنا المشرفة على تشطيب الفيلا، وأقول ده جميل وده محتاج تغيير. لازم ندور. لا 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 مش عايزين نفرق. انا حابه ده. ده في يعني المكتب، بس المكتب الارضيه. انا شايفه ان ده افضل. اصل ده كنت سعيده فعلا جدا. كنت شايفه انه ربنا رزقني بعريس ما كنتش احلم بيه، لغايه ما العماره دي فيها الشقه بتاعت امي، لازم اطلع اطل عليها. شقه امك؟ ما هو شقة أمك دي أنا عارفة حكايتها من الأفلام والمسلسلات. يا حبيبي اللي أنت بتفكر فيه مش هيحصل، مش هيحصل لا في شقة أمك ولا في شقة أبوك. لما ندخل على بعض أنا مستعدة أعمل ده إن شاء الله، إن شاء الله في العربية اللي إحنا قاعدين فيها. في العربية؟ أنت مراتي، ده جواز رسمي، لا هو عرفي ولا مسيار ولا رفق. في بيتنا وبعد الدخلة. عاوزاني اخونك يعني؟ انا محتاج ده وانت كمان محتاجة ده، حق مشروع لينا احنا الاتنين.